سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا منهجا واضحا وهديا في هذا الأمر، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء تداوم، فإن الله عز وجل لم يضع داء أو لم يخلق داء إلا وجعل له دواء. طيب، هذا في باب طلب الدواء. مسألة الحصول على هذا الدواء واجتهاد الدولة في الحصول على هذا النصر، يعني الحمد لله أن مصر من أوائل الدول التي حصلت على نصر أو لقاح كورونا، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه، وأن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا الأمور ويفتح لنا الأبواب حتى نستطيع الحصول عليه. هذا أمر يعني نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن أوجه رسالة إلى الذين ينادون ويشككون في هذه الإجراءات. طبعا المتخصص في فن هو الذي ينبغي أن يتكلم في هذا الفن، المتخصص في علم هو الذي ينبغي أن يفتح له الباب في الحديث في هذا العلم. إذا كانت هناك لجنة علمية طبية متخصصة من الوزارة المعنية بصحة المواطنين المصريين وأقرت هذا اللقاح ووافقت عليه واستقدمته لمصر واعتمدته كلقاح لفيروس كورونا، عافانا الله وعافانا وسامحنا أجمعين، فلا ينبغي لواحد من الناس أن يشكك في فاعلية هذا اللقاح أو أن يقف موقف مضاد لهذا الاتجاه في التداوي من هذا الداء أو التحصين من هذا الداء، لأنه اللقاح محصن. لا ينبغي أبدا أن يقف واحد من الناس ضد هذا الأمر، خاصة أن وقوفه هذا يتعارض مع ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا بإقامة هذه الأجساد. ومقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس، المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، أو هذه مقاصد الشريعة الإسلامية. بدون نفس ما فيش دين، من اللي هيعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ النفس الموجودة دي. طيب، بدون عقل كيف يعبد الإنسان ربه سبحانه؟ إذا مقاصد الشريعة متكاملة ومجتمعة، وكلها يحقق كل واحد منها، كل واحد من هذه المقاصد يحقق الآخر. إذا علينا أن نتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نستجيب لنداءات الدولة في هذا الأمر، ونتفاعل مع الدولة ومع اجتهادها في الحصول على هذا اللقاح الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سببا في وقاية الإنسان بشكل عام من هذا البلاء والوباء، وأن يرفعه الله سبحانه وتعالى عنا وعن العالمين. تداوم، فإن الله عز وجل لم يخلق داء أو لم يضع داء إلا وضع له دواء. وهذا أمر، والأمر في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب، إذا لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب لغيره من الأحكام، فهذا أمر واجب. تداوم.